هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي، لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، وإلا حديث الدنيا يكون في الوجوب والمجالس، أما المساجد تقال على هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد محل القراءة، محل تسبيح وتهليل وذاكرة العلم، لا في يوم الدنيا، لكن يعفى عن اليسير. ما كان السلف الصالح ما كان يفعلون، لا اللهم إلا شيء يسير.